عندنا احداث تانية كمان النهاردة على فكرة، في بالنسبة للشأن القبطي وانا مع حضراتكم، واضح انه النهاردة يوم فيه احداث كتير قوي. انا بحاول واحنا معانا اخبار كتيرة جدا، لكن هحاول على قد ما اقدر اقول لحضراتكم اهم ما يعني متاح. اخر حاجة دلوقتي، في بيان صادر من مطرانية المنيا وابو قرقاس بخصوص احداث قرية ابو يعقوب. هنحاول برضو البيان يعرضه لنا زمايلنا على الشاشة واقول له حضراتكم، بس في احداث في قرية ابو يعقوب بالمنيا. انا مش عارفة الى اي مدى المحافظ المنيا والامن في المنيا يعني شايفين الدنيا ايه، مبسوطين للي بيحصل ده كله ولا ايه الوضع؟ كل يوم والتاني كل يوم والتاني عندنا احداث بتحصل في المنيا. الواحد يعني بجد فعلا حزين من كل ما يراه امامه من كل هذه الممارسات اللي بتحصل للاسف الشديد. احنا عندنا كمان لسه موضوع قرية، طبعا قرية سيدة المنيا ومصر اتعرت خلاص، غطوا على مصر وخلصنا على كده، غطينا على الموضوع، تم الإفراج عن كل اللي كانوا محبوسين على ذمة القضية دي. وقال لك التحريات قالت إن الست ما تعرتش، مش عارفة برضو إزاي التحريات اللي قالت إن الست ما تعرتش، يعني حاجة يعني بجد فعلا تحزن. يعني ده بالنسبة لقرية القرن التابعة لأبو قرقاس المنيا. قرية كوم اللوفي بقى حدث ولا حرج، طبعا بدأ تنتشر بعض الحوارات مع السيدات، لأن انتوا فاكرين احنا ساعة أحداث قرية كوم اللوفي بصمالوط المنيا لما تم الاعتداء بعد إشاعة إن في بنزل بتاع أشرف هيحولوه لكنيسة، واتقال إن هم كانوا هياخدوا الستات ويدخلوهم في النار والأطفال، وإنهم جريوا وسط الزراعة وجريوا حافيين. فعلا بدأت تتحدث أم من الأمهات اللي تعرضوا لكل هذه المآسي مع الآباط متحدون، كان ليه برضو تسجيل صوتي ليها بتحكي عن المعاناة اللي عانتها، وإن إزاي كانوا هياخدوا ولادهم والبنات ويحطوهم وسط النار اللي بيحرقوها، اللي هم لما أشعلوا النيران في قرية كوم اللوفي في الصمالوط المنيا. نيجي دلوقتي لقرية أبو يعقوب، وأنا مش عارفة يعني إحنا مش هنخلص، بس قرية كوم اللوفي قبل ما ننقل أبو يعقوب كمان كانوا بيهددوا بخطف البنات، وبالفعل تم خطف فتاة من هناك. الفتاة دي عندها حوالي 18 سنة، ومحدش برضو لغاية دلوقتي عارف إيه اللي هيحصل بالنسبة لهذه الفتاة. الحقيقة يعني حاجة برضو حاجة تحزن، يعني إن إحنا مش عارفين ايه اللي بيحصل في قرية اختطاف فتاة قبطية اسمها رفقة ملاك فوكيه. رفقة عندها 18 سنة، طبعا اختطاف الفتاة بعد التهديد من قبل السلفيين المتشددين هناك في قرية كوم اللوفي في صمالوط محافظة المنيا. بعد هذا التهديد وتنفيذ الخطف تم يعني بالعقل كده اكيد الاقباط هيغضبوا، يعني ولا احنا مش عايزينهم يغضبوا، مش عايزين يعملوا اي حاجة. فهي كان هناك غضب بالقرية بعد توجيه اتهام لبعض المتشددين بمسؤولية الخطف للضغط على الاقباط للتنازل عن محاضرهم الموجهة لعدد منهم بعد حرق عدد من المنازل. الفتاة خرجت عشان القاء قمامة المنزل بجوار احد المصارف ولم تعود. مأمور مركز ورئيس مباحث صمالوط ذهبوا للتحقيق ولقوا انه الفتاة توجيه اتهام مباشر لثلاثة متشددين لاجبارهم على التنازل، حيث اقر احد المتشددين في اقواله امام مأمور المركز انه شاهد الفتاة على طريق القرية لكنه انكر وقعة الاختطاف. المأمور كان عفوا الامور في القرية بتنذر بتصعيد خطير. الاجزاء من اللي انتوا كنتوا بتشوفوه دلوقتي امهات قبطيات بقرية كوم اللوفي مركز صمالوط بيحكوا عن أصعب لحظات في حياتهم لما كانوا محاصرين، هن محاصرات بين النيران، ولما حصل الهجوم على المنازل. خلينا نستمع لجزء من هذه المعاناة وجزء من هذا من هذه المأساة، واللي يقول لك اوعوا تقولوا ان في اضطهاد، اوعوا تقولوا ان في حاجة بتحصل. هو اللي حصل لهم ده ليه؟ مش عشان الإشاعة بتاعت ان في كنيسة، اللي حصل لهم ده ليه؟ مش حصل لهم عشان هم مسيحيين يبقى نقول ولا ما نقولش ولا نسكت؟ ولو احنا اتكلمنا هيقول لك انتوا بتشعلوا الفتنة. معرفش بأي منطق يعني كل ردود الأفعال بهذا الشكل. باقي الحاجات في عندي سلف فوق امير ده، ودستين عند امير، بصيت لقيت لك نار نازله علينا من فوق، عايزين ياخدوا ولادي يرموهم منه في النار، هاتوا بناتها هاتوهم احنا نرموهم في النار. يعني جروا ورانا، بيجروا ورانا في الزرع لحد ما لفينا من الزرع ورحنا عند لويس دوه، بقيت اسد حنك ابني ده عشان ما يعيطش عشان ياخدونا. يعني شفنا ايام صعبه جدا.
كل ده عشان شان وهتحولوا بيتكم لكنيسه. احنا هنحول بيتنا لكنيسه شيعة طلعها عبد الواحد ده، ان عاوز يبقى عمده طلع الفتنه دي في البلد، ان البيت ايوب خلف ده هيبني كنيسه. طيب لما شفت البيت دلوقتي بعد ما تهد بعد اللي بنته، موقف رهيب جدا. يعني جارتي تيجي بنتها تيجي عندي بيتي المهدد ومهركن ونار كتيره، وسلفت دي كان عندها حاجات رهيب، بتقول لي بنتها ما تروحي تجري الكنيسه، هي دي عايزه تبني، ايوب عايز يبني كنيسه، كنيسه ابو كنيسه. وجارتي وشايفاني ان انا لجارتي واحده مسلمه، ابن الصغير ده اللي شفته لما مولف ينام في بيتي، نايمت على الدكه بره، راحت صحت سلفي اللي كان قاعد هنا ده، بتقول حش الود وقع من على الدكه. يعني انت شايفينه كبيت، يعني عملوا فينا حاجات ما كانتش تتوقع، نار في كل حته وبنزين. كل اللي انتوا جمعتوه عشان تبنوا البيت ده كله راح كده؟ احتاجنا راح. انا كنت حاطه عند سلف ده 8000، راحت في النار، راحت كل حاجه، كل الدنيا يعني خلاص كده، كاننا لسه مولودين اطفال جديد. سلف دي كان بيتها ترزيه اساسا، قاعده على مكانتها ميك وحاجات كتيره، يعني ايتها كانت طايله ماليه بيتها من كل شيء، من مكان ميك وغسالات، كل شيء كله بقوم تراب، يعني كل طلعت شحاته كده، ابتدت تشحت، نشحت هدوم عشان نلبس احنا اولادنا. ازاي نروح فين انا مش عارفه لحد الوقت، بتهديد يعني بيجوا جوزي كده بيهددوه، وانا قاعده ما بقدرش انام. هنموتك، هناخد ولادكو، هنموت لك اخواتك، هنخطب بناتك منك. يعني احنا عايشين في رعب، النار تبقى نازله عليك كده نار رهيبه من كل حته. انت مرات ابراهيم، انت ترزيه برضه في وضعوك ايه دلوقتي بعد كل اللي حصل؟ طبعا انا كان بودي ان اعرض لحضراتكم الجزء كامل الحقيقه عن الماساه، بس يعني نظرا للوقت، لان زي ما بقول لحضراتكم اشاعه بناء كنيسه في ابو يعقوب المنيا والدنيا تقوم برضو. طبعا احنا للاسف الشديد تم اهانتنا بشكل كبير جدا، انا واستاذ مجدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل الامر كمان لدرجه ان حتى لما كنت بنشر على مواقع التواصل الاجتماعي الاحداث بتاعه باريس، بقولش اي حاجه انا بنشر اخبار، لقيت اشخاص داخلين وبيشتموا اسفل الشتائم، يعني ف يعني رد عليهم ناس تانية من مع اللي معايا. يعني كل ده كان حصل اثناء الليل، وانا يعني احنا نايمين بتوقيتنا توقيت كاليفورنيا، فوجئت طبعا الناس بترد عليهم، بتقول لهم انتوا بصراحه يعني هو انتوا كده بتدافعوا عن الاسلام بهذه الشتائم القذره الفظيعه يعني اللي انتوا بتشتموا؟ اتشتمنا على الموضوع بتاع الكنايس، وان احنا ازاي بنتكلم عن ان لينا حق في بناء كنايس. للاسف الواحد بيقف امام عقول بيقول ان مفيش امل ان مصر تتعدل امام هؤلاء العقول، يعني هذه العقول، يعني ولما عندنا ناس بتفكر بهذا الشكل، ناس كل سلاحها انها تشتم بافظع الالفاظ، مش عارفه اقول ايه. يعني لما احنا بنقول ان احنا كل يوم والتاني هو عندنا مشكله في قريه بسبب اشاعه بناء كنيسه، طب بتنهاروا ليه لبناء كنيسه؟ ايه اللي بيحصل لكم لما بتسمعوا شياطين؟ طبعا زي الشخص اللي كان من داعش اللي قالك مجرد ما بيسمع سيره الصليب بيحس ببركان وثوره، وانه عايز يقتل كل النصارى، يعني اللي هو يعني انتوا مش واخدين بالكم ان ده نوع من انواع الشياطين؟ يعني لما تنتهروا بيت عباده، لما تهوجوا وتثوروا، لما تحرقوا بيوت علشان خاطر اشاعه ان في كنيسه هتتعمل، ليه؟ ده انتوا سايبين بيوت الدعاره. لكن تيجي على الجانب الثاني وتلاقي في حاجه اسمها بول بارتي، اللي هي حفلة عند حمام سباحة، ونشروا الصور بتاعتها لشوية مجموعة شباب في العشرينات، يعني نشروا صورها على موقع التواصل الاجتماعي، الشرطة بقى انتفضت وراحت علشان تدور على منظمي هذه الحفلات، أصل الحفلات دي قال ما ينفعش انها تتعمل، لازم تصريح. هو انتوا انتفضتوا عشان حفلات شوية شباب؟ يعني ايا كان، يعني المفروض ان حتى تدخل في اطار الحريات، انا ماليش دعوه برضو بيلبسوا ايه بيعملوا ايه في حفلات زي دي، ده لا يضرني انا بشيء، لكن اللي بيضرني ان انتوا مش بتنتفضوا لما تلاقوا المتشددين بيحرقوا بيوت مسيحيين، ولما تلاقوا المتشددين بيخطفوا بنات مسيحيات ما بتنتفضوش، بتنتفضوا علشان تروحوا اللي هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن في اطار ان انتوا عادي، ما ده من حقهم، من المسلمين دول من حقهم انهم يقفوا قدام بنا كنيسه، لكن انه يحصل ممارسات فيها هذا الشيء وشباب في بول بارتي، ايه اللي بتعملوه ده؟ يعني لغايه امتى هنفضل في الوضع ده؟ طبعا انا بشكر كل اللي شتمونا، بشكرهم جدا وبقول لهم ربنا يسامحكم. على فكره احنا تربيتنا وديننا علمنا ان احنا بنقول لكم ربنا يسامحكم ربنا يهديكم، هي اللي في ايديكم الشتيمه اشتموا براحتكم، مش شتيمه يعني احنا لا هنخاف منكم ولا الشتيمه دي بتلزق ولا اي حاجه من اللي انتم بتعملوه ده هياثر فينا وفي رسالتنا، احنا بنطالب بالحق والعدل والمساواه. اذا انتم بتتكلموا عن دول، يعني بصوا للدول الاوروبيه بتعمل ايه،
بصوا للدول، ما فيش حاجة اسمها قانون بناء مساجد في أي دولة من الدول الأوروبية. ليه عايزنا وإحنا في مصر اللي هي أصل بلدنا يبقى ليا قانون لبناء كنائس؟ وليه عايزني ما اتكلمش ولا أزعل ولا أغضب لما أنت بتعمل كده في كل أرض بيكون ولا في أي بيت بتيجي إشاعة عن بناء كنيسة فيه؟ عايزني أسكت ليه؟ ولو اتكلمت الاقي ناس حتى من المسلمين اصحابنا المعروفين انهم مثقفين مش عارفين ايه، انتوا كده بتثيروا فتنه، ما تخليكم عندكم عدل شويه. فتنه ايه اللي بنثيرها؟ ما تطالبوا، بدل ما تقولوا لنا ان احنا بنثير فتنه، طالبوا بان الوضع ده يتغير، طالبوا بان الشرطه في المنيا تحكم هؤلاء المتشددين وتقبض عليهم وتحاكمهم. اللي احنا بنشوفه براءات، براءات واخلاء سبيل عادي جدا، مفيش اي حاجه. السيده بتاعت المنيا ما تعرضش، ده هي كانت عايزه تفضح نفسها يا جماعه، هي كانت غاويه اصلها، عايزه شو اعلامي، طلعت وقالت الكلام ده عشان كانت عايزه شو اعلامي، كانت عايزه تظهر في التلفزيونات وتظهر صورتها. تخيلوا يعني ايه العقل والمنطق. دي سيده صعيديه، عارفين يعني ايه ست صعيديه كبيره في السن تطلع وتقول انا حصل لي كده، وفي الاخر تقول لي تحريات النيابه طلعت مفيش حاجه؟ انت عايزنا يعني، ما اعرفش بصراحه. دلوقتي معانا بيان من مطرانيه المنيا ابو قرقاص بخصوص اخر بقى واقعه، يعني لا مش اخر يعني اللي هي الواقعه الحديثه، لا احنا عندنا الواقعه هتستمر وتستمر وتستمر. الحقوا هيبنوا كنيسه، يا نهار يعني ايه ده، نهار مش فايت. في تمام الساعه 9 وربع مساء اليوم ده بالنسبه لقريه ابو يعقوب، قام مجموعه متطرفين بمهاجمه منازل الاقباط بقريه ابو يعقوب التابعه لمركز المنيا على خلفيه شائعه بناء كنيسه في القريه، وهو خبر عار تماما عن الصحه. اسفرت الاعتداءات عن تدمير منازل كل من استملاك يوسف استملاك استمالك، يعني انا مش عارفه الصراحه رايتي كده صح ليها، يوحنا يوسف، عبد الملاك صليب، ابراهيم خليل، وحيد وديع فرج. وصلت قوات الامن والاطفاء الى القريه حيث كانت المنازل قد تدمرت بالفعل. المشهد الطبيعي يعني، وانتم تفتكروا انهم هيوصلوا ولا تفتكروا ان حتى لو عندهم اخبار بانها في تهديدات ولا ان في اشاعه الامن هيبقى متواجد يا جماعه؟ لا، الامن بيجي بعد ما المصيبه بتكون حصلت خلاص، يعني هو كده. المطرانية طبعا تطالب من جديد ودون ملل أو يأس بمحاسبة الجناة، ففي كل مرة يفلت الجناة من العقاب، يشجع ذلك آخرون على ارتكاب مزيد من الجرائم طالما يجدون من يحميهم ويدافع عنهم في تحدي سافر للجميع. على فكرة كان في تحدي للرئيس اللي قال إن كل السيدة المنيا هيتحاكموا، محدش اتحاكم أيها الرئيس السيسي، يعني محدش اتحاكم، معرفش رأيك إيه. كما أنه ليس من حق أي شخص أن يهاجم الآخرين أقباطا كانوا أو مسلمين ويقتلهم ويدمر ممتلكاتهم مهما كانت الأسباب، إننا لم نترك جهة واحدة لم نبث إليها معاناتنا، ولا تفسير لدينا أمام ما يحدث سوى أمر من اثنين، إما عجز الأجهزة عن حماية الأقباط وممتلكاتهم أو مباركتها لما يقع على الأقباط. مطرانية المنيا مساء الجمعة 15/7/2016. إيه من الاثنين ولا الاثنين مع بعض؟ إيه؟ يعني عاجزين إنكم تحموا الأقباط وممتلكاتهم أو إيه؟ لا، وبتباركوا ما يقع على الأقباط. لانه برضه في واقعة سيده القرن اتقال، وهي نفسها راحت وبلغت ان احنا بنتهدد وانهم هيجوا عند بيوتنا، محدش اتحرك غير بعد ما الازمه حصلت، وبعد ما كل حاجه كانوا عايزين يصوروها فيديو علشان ياكدوا ان السيده اتعرت، ما حصلش تصوير فيديو، يبقى كده السيده ما اتعرتش، عشان عمده القريه قال انها ما اتعرتش، وكل الناس قالوا، وحتى الست الجاره اللي قالت ان انا جيت وسترتها غيرت اقوالها عشان كان مقبوض على ابنها. كل ده بيحصل وكأننا مثلا المفروض احنا نصدق الحاجات دي كلها ونقول امين ونشكر ربنا وخلاص على كده، واحنا ناس مسيحيين لازم نسكت ولازم نعيش في سلام ولازم نرضى ونرضخ للجلسات العرفية ولازم نرضخ لكل ده، ولازم احنا ناس وطنيين سلمنا سيبنا كنايسنا وقلنا ان احنا فداء للوطن، فاحنا لازم نكمل نسلم بيوتنا ونسلم ستاتنا ونسلم كل حاجة فداء للوطن، والرئيس قاعد واتكلم بس تصريح. طب تابعت ايها الرئيس السيسي، تابعت اللي انت قلت ان كل واحد هيتحاكم، ولا خلاص اصل النيابه عملت تحرياتها وقالوا ان الست ما تعرضش؟ اصل برضه ما يصحش ان يبقى في بيت هيتحول لكنيسه، طب احنا هنعمل ايه؟ ما انتوا مش ينفعش انكم تاخدوا ترخيص لكنيسه اساسا، ليه عايزين كنيسه في قريه ما فيهاش كنيسه؟ انتوا برضه يعني ناس ما يعني بصراحه ايه ده؟ ليه؟ هتاخدوا ارض، حته ارض من المسجد الكبير علشان تعملوا كنيسه؟ وفي الاخر اتشتم عادي جدا. انا مش هسكت طبعا، وكل ناسنا واهالينا في المنيا وفي كل مكان بيتعرضوا لظلم هنتكلم، لانه هي دي رسالتنا لغايه ما يعني على وعسى ان المسؤولين يسمعوا، ان مدير ان وزير الداخليه يفهم، ان الرئيس السيسي يحس ويشعر بنور عينه بيتعمل فيهم ايه. ما انا مش قادره اعرف ايه اللي احنا فيه ده، يعني كل يومين هتبقى في واقعه، كل يومين ثلاثه والواقعه برضو في محافظه المنيا،
يعني هل ده لا يعني اي شيء؟ لا يعني ان مدير الامن في المنيا في حاجه، ان في عناصر في الامن في المنيا فيهم حاجه، إن يعني كل ده يعني قولوا لي ممكن افسره بايه؟ يعني قولوا لي كده ايه اللي ممكن افسره يعني كده. انا مش عارفه بصراحه، يعني ما اعرفش ايه اللي ممكن الواحد يقوله الكلام ده. يعني هو طبعا البيان ده على فكرة كان لم ينشر بعد في الصفحة الرسمية، ولكن ده اللي حصل، ده الاعتداءات اللي حصلت من قبل، الاعتداءات اللي كانت على أقباط قرية يعقوب في المنيا. فبالتالي احنا كده في إطار يعني أزمة بتحصل يعني للأسف الشديد. فمعرفش إلى متى، يعني برضو كارثة كبيرة جدا إن احنا بنشوف إنه مفيش أي متهم في واقعة سيدة الكرم، قرية قوم اللو في بيتهددوا، بيتخطف البنت، يعني أنا مش عارفة بصراحة إيه الوضع. أيضا هناك طبعا مطالبات دلوقتي شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لمقاطعة بيت العائلة، من ضمن هذه المطالبات للكاتب الصحفي سليمان شفيق، بيقول إنه يجب أو طالب بمقاطعة بيت العائلة. قال في على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: قاطعوا بيت العائلة، إنها الباب الخلفي للضغط على الأقباط للتنازل عن حقهم في دولة القانون والرضوخ للحلول العرفية تحت مسمى جديد المصالحات. انتبهوا أيها السادة، بيت العيلة أعلن تدخله في أزمة تعرية سيدة الكرم، لكنه بعد ذلك يطالب بتطبيق القانون على كل من يخالف العرف عقب خطاب الرئيس السيسي. وفي النهاية دينا شفنا الوضع وصل لغاية إيه، يعني في للأسف الشديد. في الفترة اللي فاتت كان برضو نيافة الأنبا مكاريوس كان توجه لزيارة أبونا بولس الرياني في السجن، والحقيقة يعني ده كان رفع روحه المعنوية بشكل كبير. وعندنا برضو بالنسبة لمتابعة أزمة وادي الريان، الدكتور إيهاب رمزي محامي الكنيسة قال بالنسبة لقضية أحد محامين طبعا بالنسبة لقضية دير الأنبا مكارس بوادي الريان، إنه تفاصيل الاتفاق اللي جرى بين القيادات الكنسية من ناحية وزارة الدولة لشؤون البيئة من ناحية أخرى من أجل تقنين أوضاع دير الأنبا مكارس بوادي الريان الذي يقع على الأرض محمية في وادي النطرون، بيتضمن منح وزارة البيئة 3000 فدان من أراضي محمية وادي الريان الطبيعية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولإدارة دير الأنبا مكاريوس التابع لها كحق انتفاع بغرض السياحة الثقافية، بالإضافة إلى 1000 فدان آخر بغرض الزراعة، على أن يتم توقيع العقود خلال الأيام القليلة المقبلة باسم البابا تودروس الثاني كممثل رسمي للكنيسة المصرية أمام الجهات الرسمية. دي برضو أخبار كويسة. بس فيما يتعلق بقضية الراهب بولس الرياني اللي تم الحكم عليه بسنتين وتم إيداعه سجن الفيوم لتعديه على تلك الأراضي، المحامي أوضح أنه بيواصل مكتبه يواصل النظر في حيثيات الحكم من أجل إعداد مذكرة بالطعن، خاصة وأنه حكم أول درجة تمت إدانته في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص، التعدي على موظف بوزارة البيئة ضربه، والتعدي على الأراضي المحمية الطبيعية. ونأمل طبعا أن يكون في أمل في يعني معالجة هذه القضية. إذا كان حسام حسن اللي أهان شخص من الشرطة وقال لك أنا ما كنتش أعرف أنه، وخلاص وتم الصلح وكله تمام، يعني أنا مش عارفة ليه برضو موضوع أبونا بولس ما يتمش فيه برضو الصلح والتنازل والدنيا تبقى كويسة، يعني للأسف الشديد. عموما في كمان بالنسبة لقانون بناء الكنائس، نيافة الأنبا بولا قال إن القانون لم يصل إلى البرلمان، وكان كلام اتقال إنه جاي، لا ما حصلش أي حاجة، مشروع القانون لن يصل إلا بعد التوصل لشكل توافقي بعد أن يتم مناقشته من الجهات المختصة بالبرلمان، واللي وعدت بإنه هيكون في موعد بعد عيد الفطر. بس هو بيقول إحنا منتظرين، يعني إحنا منتظرين للموضوع ده. أيضا كان في طبعا احنا النهاردة الجمعة، والمفروض الجمعة عندنا فقرتين مهمين مش هننساهم برضو في حلقتنا النهاردة، ولو ان الفقرة التانية بالنسبة للانتخابات الأمريكية ما فيهاش كلام كتير، لكن عندنا بصراحة بالنسبة لأسرة الراعي ومن نور بنفكركم ان طبعا بالشراكة مع قناة الكارما إعانة أسرة أو إعالة أسرة خلال بشكل شهري بيتطلب ان انتوا تشاركوا ب $50 في الشهر أو 500 جنيه.
لو انتوا عايزين طالب خلينا طيب نأجل الطالب للمدارس، ولكن بالنسبة للأسر الحقيقة الأسر اللي هم يعني جمال أسر شاكرة ربنا على كل حاجة، أسر حاسة يعني عندهم غنى نفس أكتر من إنه يكون غنى أموال، ولكن شاكرين ربنا وحاسين إن هم مقصرين في حق ربنا. فشوفوا الأسر اللي هي عندها كل حاجة واللي ناقمة واللي الولاد ناقمين على كل اللي هم فيه، بالرغم من إنه الأسر الفقيرة دي ما حلتهمش حاجة جدا، لكن بيشكروا ربنا بكل فرح وسعادة، زي الست أم موسى اللي إحنا يمكن عرضنا كلامها أكتر من مرة. كان في برضو الحقيقة إعلان عن إنه هيكون في ايفنت او يعني زي مناسبة هيكون فيها فاند ريزنج، دي هتكون في نيو جيرسي نيويورك يوم السبت 13 اغسطس 2016، هيكون في ميتشيغان يوم الحد 14 اغسطس 2016، وهيكون في المرنم الجميل ماهر فايز، وهيكون الفنان هاني رمزي والمستشار امير رمزي، وطبعا دي دعوة للموجودين في نيو جيرسي ونيويورك يوم السبت 18، يوم السبت 13، في ميتشيغان هيكون يوم الحد 14. نتمنى ان يكون في حرص على حضور المناسبة دي برضو الاحتفالية، وهيكون في فترة ترنيم جميلة من المرنم ماهر فايز. فاعتقد يعني ده بالنسبه لفقره الرعاية والنور. زي ما قلنا لحضراتكم اللي حابب ان هو يدعم اسره يتواصل مع قناه الكارما، وممكن يدفع في الحساب يتكلم معانا ويقول انا عايز 50، هدفع $50 لمده كل شهر لمده شهرين لمده ثلاثه، يعني بنتمنى ان تكون بشكل شهري. وفي نفس الوقت برضو حتى لو ليه حساب في مصر يتصل بينا برضو، واحنا بنجمع المبالغ دي وبنرسلها عن طريق قناه الكارما لاسره الراعي وام النور كخدمه مننا قناه الكارما عشان نوصلكم ببعضيكم يعني، وإن شاء الله ربنا يسهل يعني في هذا الأمر. أيضا كان في برضو واقعة كده كانت يعني معرفش إذا كانت يعني هنقدر نتوصل للسيدة سميحة ولا لأ، كان عثور على جثة قبطي كان في غيط في القليوبية، الكلام ده من فترة، والحقيقة يعني هي كان برضو ليها رجاء لأنه يعني في قصة ورا مقتل ابنها راجي. السيدة سميحة كانت بعتت لنا على موقع التواصل الاجتماعي علشان تعرض مشكلتها والموضوع اللي أدى إنه يحصل قتل لراجي، لو هي معانا هنقول الموضوع بالتفصيل، لو مش هتكون معانا النهاردة هنعرض الموضوع في حلقة أخرى عشان يهمنا إنه ما يكونش من خلال بس المراسلة، يهمنا إن هي نفسها تتكلم وتقول إيه الموضوع. في برضو واقعة كده عن نائبة وظابط، والنائبة دي كان ليها حد قريبها دخل في كانت قبض عليه في اسم شرطة مدينة نصر، وهي راحت بقى داخلة على اسم الشرطة وهي بتزعق ومش عارف انا هقعدكم في بيوتكم ومعرفش ايه، فجي ظابط اتكلم معاها برضو ورد عليها يمكن بألفاظ او whatever يعني، واسمها زينب سالم. فبعد الواقعة دي البرلمان بيفتح النار على الداخلية، بكر ابو غريب عضو مجلس النواب بدايره البدرشين قال ان ضابط شرطه اعتدى بالضرب المبرح على البرلمانيه زينب سالم، وبدا اثناء تواجدها بالاسم، والنائبه كانت استغاثت على جروب الواتساب بتاع النواب اللي كان عليه قبل كده افلام يعني ما علينا، بان بعض ضباط وافراد قسم شرطه مدينه نصر اعتدوا عليها خلال تواجدها بالاسم، وذهب اليها عدد من النواب من مساندتها من بينهم ابو بكر غريب ومحمد علي يوسف وشاديه خضير. ودي المشاهد اللي كان فيها بدايه دخولها الاسم، وبعد كده الضابط اللي جه اعترض على دخولها بالاسلوب ده في الاسم، وبعدين ضابط مدينه نصر بينفي اعتدائه بالضرب وبيقول انه اللي حصل كان مشادات كلاميه، والفيديو موجودة اهو، ووزارة الداخلية بدأت تحقيقات مكثفة في الواقعة وظروفها وملابساتها، وانه هيكون في يعني هيتم اعلان نتائج التحقيقات بشكل شفاف، ووزارة الداخلية بتؤكد على احترام قيم حقوق الانسان باعتبارها احد الركائز المهمة. ده بالنسبة للموضوع ده. بعتذر ان احنا كنا عايزين نغطي لحضراتكم موضوع القمح وموضوع التلاعب في موضوع الصوامع والموضوع بتاع الارجوت فطر القمح اللي هيتم استيراده بيحتوي على فطر، معلش طبعا النهارده اتغيرت حاجات كتيرة في حلقتنا طبعا، فأوعد حضراتكم ان احنا هنناقش هذا الامر في وقت اخر، لان معانا دلوقتي السيدة سميحة فهمي جبرة والدة المرحوم راجي. استاذة سميحة برحب بحضرتك معانا. استاذة سميحة اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذ. طيب يعني ربنا يعزيك يا رب، قولي لنا ايه اللي حصل استاذه سميحه ربنا يخليك. الله يخليك، اتفضلي
بس بسرعة معلش، لأن احنا قدامنا حوالي 5 دقايق إن حاضر أمكن. اتفضلي. حاضر حاضر. أها أنا ليا ابنين، نعم. واحد كبير والتاني أصغر منه شوية. الكبير اتلفقت له قضية مخدرات من سنة 2003/2010، وأخذ عليها 25 سنة. نعم وبعدين التاني قتلوه نفس الناس اللي هم لفقوا له طيب الكبير القضية اتحبس كده، عند الكبير. يعني الكبير محبوس دلوقتي في قضية مخدرات من 2010، 25 سنة سجن. من 2010 وحاليا محبوس اهو دلوقتي بقاله 7 سنة يعني. يا رب. وبعدين نفس الناس اللي لفقت له القضية في الأول، نفس الناس اللي هم موتوا التاني ورموه، استدرجوه ورموه في حتة في القلق في غيط جنب رشاح. غيط القلق في القليوبية. من امتى يا استاذة غيط في سميحة القلق الواقعة دي؟ من 8 شهور. 8 شهور. طيب احنا يعني يمكن ما سمعناش عنها غير من خلال ارسال حضرتك لينا على موقع التواصل الاجتماعي. طب ايه اللي حصل يعني دلوقتي؟ حضرتك اتفضل. ليه يعني ليه مستهدفينهم يا استاذة سميحة ولادك؟ انا ابني الكبير بحكم احنا عيلة كبيرة في الشرابية والزاوية ومعروفين، وبعدين خلان ولادي تجار بويات وحدايد كبار يعني يعني انتوا مصريين. اساسا ساكنين في وبعدين مصر، يعني في حضرتك مش مصر. في القليوبية، انتوا في مصر لكن لا لا الجثة لا، تم العثور عليها في القليوبية، جثة في راجل. القليوبية في غيط جنب رشاح. تمام. طيب حضرتك مسلوخ دراعه، شايلين العقائد المسيحية بتاعتنا شايلين الصليب ومسلوخ من على ايده. دراعاته الاتنين، الصليب والعذراء وماري جرجس من على دراعاته، وبعدين ضاربينه في دماغه، وبعدين حقنينه في رجله وفي فخده الشمال اليمين ولا ايه. وبعدين لما يعني نزلت ادور على ابني على اساس ان هو نازل نص ساعه رايح لبنت اخوه المحبوس وراجع، استدرجوه ثلاثه، والثلاثه دول اخذوا منه الفلوس والموبايلات اتقبض بتاعته. عليهم ولا لا؟ وبعدين بعدها لا، المشكله والمصيبه الكبرى ان وكيل النيابه يوم الواقعه المعاون بتاع الخنكه هدد بنتي، قال لها لو فتحتي بقك مش هتاخدي جثه اخوكي، ولازم تقولي ان ده كان مدمن. فلما حضر جوزها معاها التحقيق قدام وكيل النيابه، راح قايل لوكيل النيابه لا ده مش مدمن، ده ان الموضوع يعني حكى الموضوع بان هم مقصرين، هددوا مراته بان لازم تقول ان اخوها مدمن عشان اللي هو معاون مباحث اسم الخنكة كان برضو متواطئ مع الناس اللي هي قتلت ابني، لانهم دول منظومة مباحث بتبيع مخدرات على مستوى منظومة كبيرة يعني. تمام. فروحت انا بلغت اسم المطريه على اساس ان ابني مش لاقياه. اي فروح لما رحت اشوف ابني نواحي القهوه اللي هو قال عليها، لقيت ان صاحب القهوه هو نفس امين المباحث اللي كان ليه شركه في حته ان هو لف القضيه لابني الكبير، ومرشدينه اللي هم ناس مسجله. وبعدين وقف ابني فين، هات لي ابني، قال لي كل شويه يقول لي طب روحي وهجيب هو لك قعد ابني. مختفي قد ايه لغايه ما ظهرت الجثه بتاعته، الجثمان بتاعه؟ 4 ايام حضرتك، طيب 4 ايام. كده مفيش اي اتهام لاي حد خالص، يعني اعتبروا القاتل مجهول؟ لا لا لا، انا في متهمين وفي شهود، وكيل النيابه قفل المحضر 3 مرات، المحامي العام يأمره بأن يجيب ياخد سؤال الشهود ويجيب المتهمين، وهو يقفل المحضر. وبقيت من طنطا لبنها للخنكة ومن غير ما يجيبهم. وكل مرة أروح أقول له حضرتك جبت المتهمين، جبت الشهود، الشهود هي عندنا، يقول لي
يوم الخميس، قال لي في مره، قال لي يوم الخميس، ورحت لا لقيته ولا لقيت القضيه، سالت دلوقتي؟ النيابه. طيب في الوقت الحالي، وبعدين لان احنا خلاص الوقت يا استاذ سميح، يعني خلاص القضيه في اتقفلت الوقت تاني الحالي ولا في امل؟ اتقفلت اه لا حضرتك، في انا عامله التماس للنائب العام بتصريح باستخراج الجثه مره تانية، لاني انا لما دخلت الغسل على ابني لقيت ان هو مضروب في راسه ودراعاته الاثنين مسلوخين، يعني والسقف انا بس الشرعي دلوقتي الناس انكر. مقبوض عليهم ولا لسه تحقيقات ومفيش حد لا اتقبض لا لا عليهم؟ لا لا حضرتك بلغت وزاره الداخليه والامن الوطني، يعني موضوع راجي دلوقتي في الامن الوطني، لان امين المباحث شغال في امن الدوله ولحد دلوقتي ما بتوش معايا في اي حاجه. وزير الداخليه بعت لي ناس تسالني، انا اللي بتسال، بس بقالي التاسع شهر، اول التاسع اهو، انا اللي بتسال حضرتك، انا ما يعني يا بنامش، أستاذة انا سميحة، بس فين؟ أنا عايزة إجابة أيوة أو لأ، يعني مفيش متهمين مقبوض عليهم؟ اتفضل. لا 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 لا، مفيش. طيب وهم أنا عارفين عشان الوقت طبعا أنا المتهمين. بعتذر لحضرتك جدا، لكن للأسف وقتنا انتهى. هنتابع معاكي، يعني بنأمل إنه النيابة تكون تحقيقاتها يعني شفافة في هذا الأمر ويتم القبض على المتهمين بقتل راجي. بشكرك شكرا جزيلا.